صدقيني يا خيتي يا سلمى، أنا مش راضي عن كل اللي صار، لكن شو طالع بإيدي؟ غصب عني كل اللي بطلب منه فوزان بدي أعمله. عارفة يا رابحة أنه مالك يد بالقصة كلها. اسمعي، لا تخلي حدا يحس إنك زعلاني، اتصرفي كأنه الموضوع ولا هو هامك عشان ما حدا يتشفى فيكي. فكرك راح أقدر؟ لازم تقدري يا خيتي. انتي انتهيتي يا سلمى، انتهيتي. فوزان هالمرة كسر لك ظهرك، لكن لا، أنا عمري ما كنت ضعيفة، عمري ما تركت حقي يضيع. الكل لازم يعرف إني بعدني قوية، وفي الوقت المناسب بعرف كيف أتصرف. يا هلا 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 وسهلا يا هلا 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 وسهلا هلا هلا. أنا بشوف يا طويل العمر تبعث لك واحد يستعجل الشيخ جمعة. معك حق يا أبو رافع أخويا، هاي شوف مين يستعجل الشيخ جمعة. ولا يهمك، هالحين أرسل وراه. هلا هلا بيهم يا هلا.
يلا يا سلمى جهز العروس، هسه الشيخ جمعه بوصل، بدنا نعقد العقد. ما راح يزبط، العروسه بصر شمالها ووقعت قدام الكل. ها خير شو صار لها؟ شو بعرفني، بلغ فوزان. يلا ها؟ يلا الله يجعله لا يتم هالعروس. حبيبتي رد علي يمه، شو اللي جرى لك يا حبيبتي؟ شو اللي صار لك يمه؟ يا حبيبتي انت سمعتنا شايفتنا يمه، شو اللي صار للبنت يا رب؟ الله يستر يمه. يا حبيبتي يمه انت سمعتنا شايفتنا يا حبيبتي، رد علي يمه، شو اللي جرى لك؟ شو اللي صار لك؟ قايد مالها بنتك؟ شو صار لها؟ عين عينه صبتها يا فوزان، البنت كانت مثل الغزال، ما شفناها الا هي واقعه من طولها. ريت اللي صابها بالعين يبلى بالعمى ان شاء الله. فضه يا فضه، رد علي فضه. يمه يا حبيبتي فضه، انت سمعتنا شايفتنا يمه. فضه اجيب الشيخ يعقد العقد هان. يمه رد علينا يمه. فضة رد علي يا حبيبتي. وبعدين معك بدك تظلك ساكت. سامعك يا جحسر، سامعك مليح، لكن مش حاس فيك ولا حاس بحالي ولا حاس بحدا، كأني كنت بسابع سما ونزلت على راسي سابع أرض. أنت مش حكيت لي إنك رح تنسى فضة؟ ثاني بنطق فيها، لكن قلبي بقول إشي ثاني يا جاسر، إشي ثاني. طيب وبعدين لمتى هالحال بده يستمر؟ داري واخرت مع السالفة. الله يشفيك يمه يا فضة، الله يشفيك. وانت الثاني بكفي تبكي وتفاولي عليها. انا اللي بحزني انه فرحتنا ما كملت. لا بسيطة بسيطة ان شاء الله، بسيطة بإذن الله، يوم ولا يومين وتتعافى ونعقد العقد. بصراحة أنا خجلان منك كثير يا أخويا فوزان. لا تقول هيك يا كايد، فضة غالي علي. أقول لك بكرة أذبح 5 خرفان ووزعهم على الفقراء والمحتاجين، عسى الله يشفيها بحسنتهم. الله يطول في عمرك ويجبر بخاطرك. أقوم أرتاح، وإذا احتجتوني بشي نادوني. تصبح على خير. وانت من أهل الخير. يلا يا أمه، هاي فوزان راح، قومي فضة. انت صار لعقلك اشي؟ مش شايف أختك مريضة مش واعية على حالها؟ بنتك فضة بتكذب علينا كلنا. ترى أنا ما رضيت أحكي هذا الكلام قدام فوزان حتى ما يسود وجهنا أكثر وأكثر. أختك ما بتكذب، أختك مريضة وانت لا تظلمها. أنا مش مهبول يمه، بنتك فضة لساتها عقلها بسالم، لكن يكون في علمها بذبحها ذبح الشياه ولا بعطيها لها النذل. الله يهديك يا بني، الله يهديك. ايش اللي مزعلك يا بعد عمري؟
تركيني بحالي يا سلمى. ما بقدر يا تاج راسي، قل لي ايش اسوي عشان ترتاح. بعرف انك شمتاني وقلبك يرقص رقص من الفرح. انا اشمت فيك وانت تاج راسي وعمري وشريكي؟ انا اذا كنت فرحانه فرحانه لسبب واحد، انه الله نجاك. ما فهمت قصدك. لما وقعت فضه اتذكرت جارتنا ام احمد اللي قال عنها الشيخ جمعه انه متلبسها جن. ام احمد والعياذ بالله مصروعه. صدقني يا فوزان انا مبسوطه لانه الله نجاك منهم. البنت من جنه واهلها بدهم يبلوك فيها، لكن الله فضحهم وليله كتب كتابه اجتها النوبه. يكفي يا سلمى يكفي. فوزان بكره اذبح خرفان لوجه الله لانه نجاك منهم. بكره اذبح الخرفان لوجه الله وترجاي نجيها. اسمعي يا سلمى، حتى لو فضه صارت فحما ناشفة ظل بعيني ورده، تفهمي؟ رافع رافع تعالوا تعال. شو بتسوي هون ولا اشي؟ اسمع مره ثانيه ما بدي اشوفك حوالين البيت بالمره، فاهم؟ يلا اذا بشوفك مره ثانيه بفرم لحمك فرم. يلا بدي امشي، ما اقول لك امشي. يلا دبر اطلع ميلك ميلك، امشي امشي يلا قدام امشي امشي. يا الله لطفك ورحمتك، يا الله نور طريقه ورد له صواب، يا الله يا رحيم. سالم وين راح؟ فلق ومن شر حاسد. يا رب يا شافي يا معافي، يا رب تشفيها وتعافيها يا الله. كيف فضى اليوم؟ عساها تحسنت. شوفت عينك كأنها جسد من غير روح، انفتح عيونها بس كأنها لا بتسمع ولا بتشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضة يا فضة، أنا فوزان تسمعيني؟ فضة الله والعليم انه العين اللي صابتها عين قويه. صدقيني لو اعرف العين اللي صابتها لقلعها. يا اخويا فوزان انا بقول يعني انت تحملتنا اكثر من اللازم، واذا يعني بتسمح لي اخذ فضه ونروح نقعد بدارنا ولا حتى
نرحل عن كل القرية ونريحكم منها. لا لا يا مكايد، ما بدي أسمع الكلام منك مرة ثانية. فضة ما تترك داري، وانتو ما تتركوا القرية. ما هو انت تحملتنا وتحملت بنتنا أكثر من اللازم. لا، فضة من عظام الرقبة ولازم أتحملها. وأنا بشهد إنك ما قصرت. وبعدين لا تنسي إنه فضة صارت خطيبتي وعلى اسمي، وصرت صارف عليها دم قلبي. الله يخلف عليك ويعوضك بدل كل جنيه صرفته بألف. وأنا من ناحيتي أنا وأخوها، فضة إلك حتى لو صارت جلدة وعظمة، وما بفرق بينكو إلا الموت. وإذا يعني أنا طلبت منك إن نترك دارك بس عشان ما نضايقكو. لا 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 تهتمي، وما حدا متضايق منكم. لو قعدتوا عندنا الشهر والدهر، وإذا كنتوا قلقانين على داركم اللي هناك وعلى الحلال، يقدر ابنك كايد يروح يتفقدهم ويطمن، وانت وفضة تظلوا عندي معززين مكرمين. اللي تشوفه طال عمرك. أهلين خالتي. هلا جاسر، وين؟ خير يا خالتي؟ إيش في؟ ناديلي جاسر. يا جاسر، جاسر. خير يا خالتي؟ شو في؟ شفت سالم؟ لا ما شفته. دورت عليه بكل مكان وما خليت حدا إلا سألت عنه، قالوا ما شافوه. طب أنا هسه بطلع بشوفه. خليني أروح معك ندور عليه سوا. لا خليكي أنت مع نورة، وإن شاء الله ما برجع غير هو معاي. خليكي. تفضلي يا خالتي، تفضلي. يا سالم، سالم، تفضلي يا خالتي. ما إلي نفس يا نورة. ما بصير يا خالتي، انت من الصبح لا اكلتي ولا شربتي اشي، وكيف يجي عبالي أكل ولا أشرب وابني الوحيد غايب عني؟ يا ترى أنت وين يا سالم؟ حتى أخوك جاسر طلع وما رجع وما عرفنا شو صار معه. بإذن الله يا خالتي هسا بيجي ومعه سالم. يا رب الله يسمع منك يا سالم انت وين؟ قلبت الدنيا عليك، امك كثير قلقانه. يا ويلي عليك يمه، اللي خلق فضة خلق غيرها، فلا تخليها حسرة بقلبك. البنت خلص اتجوزت ابن عمها، فايش ينفعك الحب؟ وايش انت متامل منه؟ لايمتى بدك تضلك تعذب حالك وتعذبني معك؟
سلم بقدرك ونصيبك وانت ترتاح. فضة طلعت أعقل منك ورضيت بنصيبها. فرضى انت بنصيبك وساوي مثلها. شوف لك بنت حلال يمه وعيش معها وانسى فضة وانسى كل اشي بتعلق فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا أخوي فوزان، في إشي طلبتنا؟ أقعد ارتاح. خير. امسك يا هيل. تروح أنت وصالح تشتروا رز وسكر وطحين وتوزعوهم على الفقراء والمحتاجين. وكل ما أعطيته فقير ولا محتاج قولوا له يدعي لفضة بالصحة والعافية. الله يشافيها ويعافيها إن شاء الله. مالك يا صالح؟ ما تحكي يا أخوي فوزان. أنا مش معترض إنك توزع فلوس على الفقراء والمحتاجين، بس هذا الحكي لحاله ما بكفي. طيب يا متعلم يا فهمان، شور علي إيش أساوي؟ اعرضها على حكيم. حكيم؟ حكيم إيش؟ حكيم يشوفها ويعرف علتها ويكتب لها الدواء، وبإذن الله راح تتشافى. أنت انجنيت يا ولد؟ ولا تفكر ما في براسي شهامة وخلي حكيم يكشف على فضة؟ يا أخوي يا فوزان افهمني واسمعني. لا بدي اسمعك ولا افهمك. روح أنت وهاي وسووا مثل ما قلت لكم بس. حاضر حاضر يا أخوي فوزان حاضر. يلا تحركوا. وبعدين بحك يا صالح، انت فوزان كل ما حكى كلمة بتتعرضه، شو سالفتك؟ انت مش شايفه؟ قاعد بوزع فلوسنا يمين وشمال، واحنا أكثر الناس محتاجين لها؟ الله سترك ما حكيت الكلام هذا قدامه. فوزان ما بهمه غير نفسه، حتى لما بوزع الفقراء والمحتاجين ما بهمه غير نفسه. انت بعدين معك، بدك تضلك تدافع عنه وانت أكثر واحد محتاج؟ أنا ما بقدر أوقف بوجهه، هذا فوزان. فوزان ممكن يطردني أنا وأولادي ويرمينا برا وأطلع خسران كل إشي. إذا بظل أنا وياك هيك راح يظلوا يتجبر فينا. الله يجيب الفيل خير، الله يجيب الفيل خير. رقيتك واسترقيتك من عين الحسود حميتك. رقيتك واسترقيتك من عين الحسود حميتك. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 رقيتك واسترقيتك ومن عين الحسود حميتك. رقيتك واسترقيتك ومن عين الحسود حميتك. لا 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 الله اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم هاي حطينا العشبة بالمي الدافي تنشوف آخرتها. ناحق العيار لباب الدار، بكرة الصبح منشوف مفعولها.
أنا أكثر إشي بكرهه في حياتي أطلع بالمركب في الليل. الضرورة إلها أحكام يا عم أبو رافع. بعين الله. بس قل لي، آه، أنت شو اللي خلاك تترك القرية بهالوقت؟ ما أنا قلت لك الضرورة إلها أحكام. بعين الله. بعين الله يا رب. أنت عارف شو معنى فوزان؟ إنه يبعث كايد إنه يقتل سالم؟ هذا معناه إنه فوزان بشك إنه فضة بعدها بتفكر بسالم. فوزان وكايد اتفقوا على قتل سالم قبل ما تمرض فضة، وهسه بعد ما مرضت فضة. يا عالم يا عالم، أخوك بيش بفكر؟ أخوك بوضع ما بنحسد عليه، وراح يمشي في أي طريق تخلصوا من اللي هو فيه. ممكن معك حق، وإذا طلع كلامي صحيح كلنا رايحين نخسر. شو قصدك؟ أخوك فوزان إذا ظل يأخذ من المصاري ويصرف على فضة شهر شهرين بتلاقيه على الحديدي. إيش اللي بتقولي يا حرمة؟ فوزان عاقل ما بسوي هيك. إذا على اللي بيوزع على الفقراء والمحتاجين فهذا قليل، قليل بالنسبة للي معه. طيب أودية سالم اللي تكفل إنه يدفعها، وهذا بعد ما بيسوي إشي. لكن أنت شغلتي لي بالي، فوزان متعلق بفضة كثير وهذا الإشي بيخوف. أنا بدي إياك يا هايل تنتبه وتفتح عيونك كويس، لأنه الخراب هين لكن العمار صعب. معك حق، اللي نعمره بسنين نخربه بساعة، وهذا هو اللي كنت بدي اياك تفهمه. يا صباح الخير يمه. هلا هلا يمه. يا صباح الخير يا صباح البشاير. جوعان يمه، حاس حالي شهر ما اكلت. يفشر الجوع يمه. الحمد لله اللي الله هداك وشال الهم عن قلبك. ان شاء الله تكون غير معدت. ان شاء الله يمه. جوعان يمه جوعان. من كاسة الشاي. تفضل يمه. الله يرضى عليك وينور طريقك اكثر واكثر يمه. يا اختي يا سلمى، شفتي فضة؟ هي مش بغرفتها؟ دخلت على الغرفة ما لقيتها، مش عارفة وين بدها تكون. هروح أخبر فوزان. وبعدين ما حسالفة، معقول تكون سوتها وهربت؟ يا ريت بتكون شالت هم عن قلبي. وانت وين كنتي حتى تطلع من الدار من حالها وما تعرفي عنها؟ أنا رحت أشوف دارنا واطمن على أحوالها، ويوم إني رجعت ما لقيتها. ما لقيتيها؟ أنا اللي بروح أدور عليها وأجيبها من حالي. وأنا جاية معك. يا
أهلين كايد. أهلين سالم، هلا. نورت القرية. ينور عليك. شو رأيك أعزمك على كاسة شاي مرتبة في القهوة؟ ليش لا؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاستين شاي يا ناجي. وين بدها تكون راحت هاي البنت؟ فضة يما يا فضة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نورت القرية يا كايد، كيف حالك وحال الأهل؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله. على كل حال أنا أول ما شفتك قلت أسلم عليك، مهما كان من ظن أهل وأصحابه بيننا عيش وملح، ولا أنت شايف غير هيك؟ لا أنت أكثر شهامة ولا أكرم مني يا سالم. وبهاي غلبتني. على كل حال عشاك الليل أنت وخالت مكايد عنا. أنا رجعت لحالي وأمي بعدها بقريتنا. معناته عشاك عند اليوم، وبتمنى ما ترفض طلبي إلا إذا بعدك ما نسيت اللي صار بيننا يا كايد. لا يا صاحبي، أنا نسيت، ولو ما نسيت كان مش قاعد بحكي معك هالحين. كنت عارف إنه العشرة ما بتهون إلا على ابن الحرام. صحيح، بس بدي إياك تعذرني بقصة العشاء لأنه عندي شغل ولازم أخلصه اليوم. طب نأجل العشاء لبكرة. بصير خير إن شاء الله. اسمح لي أنا رايح. مع السلامة. الحساب عندي يا ناجي. أنت من إيش متخوف؟ كايد عنده حلال ودار وهان، وأكيد هذا هو اللي رجعه. كايد، شايف اللي أنا شايفه؟ فضة ومعاها رافع. رافع؟ يا ولدي رافع. خليلة بسيطة يا رافع، آخرتك توقع بيدك. وين طلعت من الدار يما؟ موتينا خوف عليك. تعال تعال. ما راح نقدر نفهم منها أي شيء. لما يوقع رافع بيدي أفهم منه كل شيء. تعال يما تعال. يعطيك العافية يا خالتي. هلا هلا نورة، كيف حالك يا نورة؟ الحمد لله، كيفك أنت يا خالتي؟ إن شاء الله بخير. أنا بألف خير والحمد لله. إيش يمه؟ شايف جايين ضيوف؟ ما كنت أظن أنكم تعتبروني ضيفة. يا نورة أنت واحدة منا وطول عمرك عزيزة علينا. خليلي إياك يا خالتي. خليني أروح أسوي الشاي. أنا بسوي. لا 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 لا، أنت ارتاحي، أنا بسوي بنفسي. كيف حالك يا نورة؟ الحمد لله بخير.
نورة، أنا قررت أنسى فضة، هي اختارت طريقة، وأنا بالنسبة لي صار من المستحيل أن أمشي وراء سراب. رافع! يا رافع! أخرت معاه الولد، استغفر الله العظيم. خير يابا؟ شوفي أخوك يابا، قالوا لي انه كاين بده يقطع النهر مع فضه. وفوزان بيعرف؟ الله اعلم، والله يستر اذا عرف شو بده يسوي فيه. طيب وين هو رافع هسه؟ شو عرفني يابا، شو عرفني، هيهم قاعدين يدوروا عليه. وانت يا طويل العمر تصدق انه رافع يضحك على فضة ويأخذها مثل ما قالت لك امها؟ فضة وضعها ما يسمح لها تفرق بين الصح والغلط، وما يصير نحاسبها. مش عارفة من وين جايب طيبة القلب هذه. انا اللي شايفتهم قاعدين يستغلوا طيبة قلبك، والله على فضة امها واخوها لوين بدهم يوصلوك. يكفي يا سلمة، لا انا عيل صغير حتى يلعب بعقلي، ولا ناقصني معرفة ودراية بالناس. يعني ريحي حالك، كلامك يدخل من الدنيا هاي ويطلع من الثانية. لهالدرجة فضة لحظة عقلك؟ الله يصبرني عليكي، بكفي يا بنت الناس، راسي بدي يفقع والمصايب قاعده توقع فوق راسي واحدة ورا الثانية. كل المصايب اجتك من ورا فضة، والله اعلم ايش تاليها. ها يا عمي صالح، خير؟ لقيتوه؟ لسه يا عم، لسه ما لقينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف هذا الولد كيف بفكر. اطمن، مصيره يبين، أهل القرية كلهم بدوروا عليه. طب يا عمي تفضل اشتريها، تفضل. هالسلمة ما أنا قادرة أفهمها، يوم بحس إنها مش طايقة الأرض اللي بنمشي عليها، ويوم بحس إنه ما في أطيب من قلبها. بتصدقي يا حبيبتي
إنها قاعدة بتجهز لك الأكل بنفسها. رد علي يمه، رد علي حبيبتي، قلبي انفطر وأنا بحكي معك وانت ما بتردي. آه لا حول ولا قوة إلا بالله.